هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ والسؤال ده بالذات ممكن يطلع واحد دمه تقيل كده يقول اه ممكن، مش كده؟ فقام ربنا بالذات السؤال ده جاوبه عشان الناس اللي دمها تقيل، لان هو الطبيعي لا تنسى المرأة رضيعها. فعشان الواحد في الألف اللي هيطلع دمه تقيل يقول ممكن، قال له حتى هؤلاء ينسينا، الواحد في الألف ده، وأنا لا أنساك. يعني إذا كانت في احتمال أن مرأة تنسى رضيعها وما ترحمش ابن بطنها، لو وجد هذا الاحتمال ده مش موجود عندنا. حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك، لأن الكلام كان عن أورشليم أو صهيون بالأنثى. هو على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما، كلام مريح جدا يدعو للاتكال. كل ما تحس أنك ماشي في الدنيا لوحدك اسأل السؤال ده، هل تنسى الأم رضيعها؟ ما بيحصلش. يبقى أكيد ربنا مش ناسي، أكيد ربنا واخد باله. انت ممكن تنسى حتى مشاكلك، هو مش نسيها، ده طبيعي، لان الطفل ما بيعرفش يعول همه، امه تعول همه. فلا تنسى الام رضيعها ابدا.